شنو؟ هذا انا لباك مو حقي هذا حقي انا ثيابي اعطيته مقصان جميع عطني اياه اعطيه يوم طلعت ما ادري عنك ثوبك اجي ثلاث في شهود اعطي تقول ما فيك فاضيلك كان انا اللي اقولها لك انا فاضيلك احلى ابشرك جاني برد طيب اجيب لك ايش؟ برد ايس كريم يعني ما جاي برد بريد هي كذا برد برد كلهم عشان كذا عشان انا قريب من الكويت فاهم؟ ايه حتى اللهجه جبت ثيمي كم جبت؟ من اللي جرى لك؟ الظاهر هو اللي لعب بي ما اي لا 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 مرة صد صد بلاك ما تدري من اللي جابه من اللي جابه؟ من اللي جابه؟ اللي جابه هو واحد انا صد؟ اي انت صاد انت صاد يا سود العليك يا يا توك مذن توك مذن خير ان شاء الله جاهزين ان شاء الله عاد اليوم والله وراكم شيء ورانا شغل انا اللي وراء الشغل الكرفه عز الله الكرفه على عليك وعلى سعود وعلى احمد والله ما جاكم شيء والله ما جاكم شيء يا رجال انا اللي راح اكرفتشن وكذا عادي سهل انا اللي راح اكل هو انت عندك امكانيه انا ما عندي امكانيه انت لا عندك بدله لا مش بس بروح البس بدله سل 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 بعدين راح البس صادن اي والله عندي شغل انا وهو عبد الله الشهراني احمد رهيب مسعود نايف العزيمي وخالد الدوسري خالد الدوسري لا خالد الدوسري خلص ما خلص بالمطبخ خلص عندك انت اللي الاسم اللي انت يوم غنيت من عديت هذا و من عديت الاسامي خالد مسعود وسياف ابو ظهير حسين ومشعل وثامر واحمد وابو حاج سلطان ويحيى غسان يحيى غسان بس يحيى غسان مو انا لا تجيب العيد الله حي سعود لا تجيب العيد بس انا ما ذكرت اسمك مو موجود جاب العيد ولع الخال لا 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 انت اسمك مو موجود بلا ومنو قال؟ عبد الله عبد الله الشليب قال لا ما قلت ما انا معك في الغرفه ذاك اليوم ما ترى انا ذكرت اسمك ايه او عبد الله الشهراني لو بنواعي بس عبد الله الشهراني مو انا يلا بروح البس بدله شنو تبغون البس بدله كشخة ولا يعني بدله عاديه يا رجال حليك الله يا رجال بشرف فنيلة اول في انت تلبس شروال فنيلة توقف معنا تدري دخلت الشيخ شروال فنيلة تو ما نسيت جيت بصلي مو طحن ورجع البس استوى شوف طحن يا ملع شروال فنيلة انا جاي بسي اقسم بالله بدعيه لا بدعيه انا طالع من هنا بدعي عبد الله راعي مرموم طلعت من غرفته قدرت معي غسلت وتوضيت دخلت الشيخ اللي طالع بشرب فانيلا قلت ايش يا شيخ بيكبر قلت تكفى الشيخ بلبس ثوب نسيت والبس ثوب ريان وجهي وضعكم مزري بس يلا بروح البس وجهك السود تغدي ومعي من الله خير ومتقهوي لين قلت امين يعني اقول لك مره الحين جاي اشوف وجهك اروق يا حياتي يا حياتي اه يا حياتي يا روي انت تقول كذا يعني يا حياتي الله لا انا قايل لكم شوي شوي ضاحي يروح فيها وش ما قلت شيء هذه كلها تعال منكم طول اعمارك احليلك اصبك شاي لا ما ابغى شاي شو ما مخبرين ايش معاكم؟ ما عندهم صاحي اصلا الدله هذه من مسكها احترق اسمع اقول لك تخيل يعني بعد بكره صدق صدق تخيل ما فيه صوت ما فيه لمبات صدق قسم بالله هي جايه مكيفات طافيه ما في واحد طالع واحد سلام عليكم يعني واحد داخل عليك الله يضيق احلى العدو هذا شيء واقعي قسم بالله صدق والله والله دلال ما في احد قاعد انا عند محلها ما حماده ما يقول لك روح يا ضاحي بمر عليك ما يجي سعود يا جميلة. جميله الله صدق انها بتصير ذكريات صدق طلعت علي تذكر يوم سلطان يوم قال بكره بعد كم من يوم ايام قليله وبيكون اللي احنا فيه مجرد ذكرى ومجرد حلم صارت هالحين تخيل عندك اليوم عندك بكره بعدين خلاص يعم الهدوء ما في صوت ما في احساس ما في ازعاج في الغرف تبغى تدري كيف وضع المنتجة بعد كم من يوم بص
هذا وضع المنتجة بعد كم يوم. أذنيك تصفر ولا في أحد. يا ولدي الله يرحم والديك خلاص. خلنا أعلمك دقيقة اسمع. والله أضيق والله. لا أضيق. لا أضيق لا أضيق هذا شيء يعني متفقين عليه سمعت؟ الله جلسة حمادة هناك. ضاحي يشيل ينط هنا أبشر بسعادك. اسمع بعد اسكت. قسم بالله ضيق. تخيل بدون مكيفات بعد ما في مكيفات ولا في لمبات يعني تخيل. اللمبات دي طافية. تخيل يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد بالله توقعت انها تمر الايام بالسرعة هذه؟ يا سرعة الايام طارت يا ولد عدها يوم مو يوم مش يوم طارت سبحان الله. الله تذكر غسان يحيى الله اكبر كنا نسولف انا ما عندنا من الشيطان طار يا الله المواقف اللي بيني وبينك يا سعود اوه عاد بدات اللي تحت البث ودي اعلمها والله لا ده ما اخر حلقه لا 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 تخرب ده ما اخر حلقه لا تخرب اخر حلقه لا تخرب يا مرحبا اعزائي المتابعين واعزائي المشاهدين انا شوف انا اقدر اخاطب الكاميرا ما تقدر تخاطب الكاميرا طيب عادي ترى تقدر تخاطبها الحين لا طيب في يوم من الايام كنا انا ومشعل وبسام خلاص بشر بشر حول قوة الا بالله كان نايم الحبيب تعتلبس يقول لبيك لبيك انت لو انك بعيد وغايب لبيك لو انك بي ورايك يا سيدي يا سيد كل الحبايب ابيع غيرك ليش العين مشرك يا سلا كلمات ابوي والله صح الله على لسانك ويقول راكب اتدرى من الزله ورجلي ثقيله ايه ليه تدرب الهوى والحب ما جيت سوقه فوق راكب اللي يجيب الفعل افتر ويله موتر موقع سبيله ورا اللي يجيب. صدر من البريمي تو ما جاء مدير سايق لا ضرب له رملة ما تعوق فوق باخصم في الديار وفي المساري دليل اخوة في المعرفة والمراجل تشوف يا سلام صح الله لسان ما عندي شيء لا كلها ضرب والله وش ثوب ولا بدلة شوف افتح شنطة شوف اللي تلقى ما ادري والله شو شوف اللي تلقى شوف اللي تلقى لا كلها برا اسمع افتح الشنطة شوف اللي يجوز لك يقول لك يا طروش انت صلونه تقدرون تجول يقول علموه سالم محمد الوحيد علموه اني بدونه يقول سالم محمد الشاعر سالم محمد الوحيد علموه اني بدونه ويش انا من دونه ما لا احد منا غناتنا عن وجود الثاني وعلموه اني على خبره وطيب ظنونه اذكره من سهل وانه من انسان انسان ايش يقول علموه ان القراح اللي تغير لونه خلطه بابرها ما جوعه فوطنه الموت علموه من الغناء من الغلاء حاميه كبر حصونه ثابت من جدره وبنيانه على اساسه الله أكبر يقول يلا دخيلك من حياة الذل والعيش الزهيد وابقى عزيز تحت عرشك رافع كرامته وانك تقوي هيبتي بالجاه والحظ السعيد ولا تطيح قيمتي بين الرجال الشمت هذا الكلام نزلك شرواك شرواك انت قطع وخسوة قطع وخسوة والله الناتيك الله والله الناتيك لو انك بقى الغويبه انت تقول الغويبه لا الغويبه طيب تيك وش معناه تيك يعني هذه ها تيك حلو طيب ترى خلاص تعلمت منك شواهد حماده وانت مسعود يعني ما شاء الله كنكيه يعني نفسك حلو كنكيه ايش رايك بالله جاي يا ربي صدق قويه يا ولد حلوه كنك بسم الله من هو هذا اللي قبل ما الحين من يويز عند الباب
الله ناتيك يا ابو جابر. يوه يا شغل، يوه يا شغل اليوم. اشهد بالله انه بيجي كد كد. الله يلحج على خير، الله يتمم على خير. اقسم بالله ان انا يا اخي حزن وفرح وما ادري شلون يا ولد. ما تدري تحزن ولا تفرح. ما تحزن انك تبي تفارق القناه، تفارق الناس، ولا تفرح انك تلقى اهلك، ولا الله يزينه. هات هات السلك هذا يا طول العمر، لازم يصير هلو يصير كذا اقرضه بهذا. كيف؟ سير؟ اقرضه. يا الله يا ذكي عكسته. اسود اسود مو هاللون سعود. كيف هاللون؟ اعطني اياه اعطني اياه اعطني اياه. كيف؟ اعطني اياه اعطني اياه. اي طيب هلو 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 انا بعد انا بعد. اصبر اصبر خلاص. لا لا عيني عيني خلاص اللون ثقت هذيك. شكرا استاذ ضاحي. عفوا لك يا استاذ سعود. سعود وين؟ الله يا ولد انت كل خلنا تكفى خلنا نعيش يا ولد. مسعود وين مسعود؟ ما ادري. عيني انت براس طيب. ما ادري. قول علومكم. علومكم والله علومنا زين. كيف انتم؟ طلع سلم طب الله فيك. كيف ما تعرف هذه الساعه؟ طلعنا من هنا رحنا للاستديو. تدري كم الساعه طلع؟ كم؟ 11 ظهر وانتم ماشيين بالليل. اعوذ بالله يا ولد. صادق انت؟ اعوذ بالله بالحيل يا ولد. الله يعينك. نبغى شيء يجملنا ويجملكم. والله انكم مجملين. شو بساعدك؟ اي والله انت مساعد. انت مواجهتنا يا ابو جابر. والله والله انه ما ندق الا 3 ساعات ربع ساعه. شايف؟ تخيل قالوا عندكم اليوم بعد تصوير، يعني تخيل من الحين الى الفجر. ما شاء الله. بس لا تجي زياده هون كل شيء. والله ابو سعد ابو سعد لو انحتي من هنا من جبات لانه في حق. لو نقعد اسبوع كامل مواصلين. والله يستاهل ابو سعد. قسم بالله يستاهل. احنا مين؟ نسخة زياد. نسخه زياد. احنا مين؟ عيال زياد. نعم. اللي يرفع زياد يرفعنا. الله الله. ابو سعد. ابو سعد اخو وصديق وعضيد وكل شيء. والله لا تذكرته. تخيل حتى نتعب وقدر احنا نتعب نتواصل معنا واخباركم عسى اموركم زينه عسى ما انتم تعبانين عسى ريحوا عادي بس. يا حبيبي يا طويل. عمره طويل ابو سعد. طير شلو. تخيل عزوز الحسين. ايوه عزوز. انا شيء 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 والله يوجع والله. اسمع لك راحت هانت خلاص خلاص. تبي تروح تروح للحسا خلاص تروح هوايبي تسكن. ها؟ اسكن بالغابة؟ إيه انت بالغابة اصلا. يعني بس انا ما طلعت منها حتى لاني معكم انا بالغابة. وين بتستقر انت؟ فرقوح. صار وين بستقر؟ بستقر في ديرتي وعند ربعي وعند ابي وعند امي وعند عيالي. انت وين غادي؟ ما ادري عنك. صدق؟ صدق؟ انت تكلم جد اني ما بروح يعني صدق. ما ادري والله. انا ابي حايل الصدق. دوام. بس الدولة تبدي يا ولد. دوامي وعيالي وامي وابي. اكيد هذه ما بكلام كلها ادري ادري انا عارف. بس يعني مثلا انا على حسي ابو مبارك سعيد الحارث. ايه يقول يعني اغرب الامور كويسه لنا احنا انك تصير بالرياض. مشيت قلت يا ولد حايل انا ما اقدر اصبر نهائي. حالي وجماعتي وامي وابوي شلون؟ يا حبيبي قال الله يلا قسم لك رزق يا ضاحي لو انك تحت سبعه السبع تحت. جاك. نعم. سواء كنت انت في الرياض، سواء كنت انت في الحسا، سواء كنت انت في حايل، سواء في السماء
رزقك واصلك واصلك رزقك بيجيك. طقيت انت منه الحقك ها؟ اذا طقيت انت منه الحقك اذا يعني لا تقول الرزق الله هو اللي سبب. اكيد اي بس في شيء سبب ما تدري وش السبب فهمت؟ يعني لازم انك تفعل الحمد لله رب العالمين. بس انا واحد متكل على الله سبحانه وتعالى كلنا ان شاء الله متكل على الله حايل يا ولد شيء ما اقدر اخلي حايل ايش تبي حايل تعال قول ها؟ ايش تبي حايل؟ تكفى لا تقول كذا يعني اقول شيء طيب اقول لك تعال قول انا يعني يا بالرياض انا وش قلت طيب؟ انا ما قلت شيء ايه اقول لك ايش تبي تعال الزم اجي وين؟ هنا لا والله انا اشوف الرياض ويعني ماني غايب عن الرياض ان شاء الله مع الرياض ماني غايب عنه لكن انا ابقى بحايل المربى قتال يا ابو احمد اقول لك شيء انا مولود من مولد الشرقيه ومن سكان الشرقيه 14 سنه يا ابو جابر تعال شل هذا اللي دخل في راسي ازعجني معي عين جلا اصبر تكفى تعال مشعل تعال تكفى اصبر اصبر الله يعيني صح الله يعينك هذا شوف اسمع 14 سنه يا ابو جابر عزله الله لا يعين 14 سنه وانا بالشرقيه لكن قلبي بحال فهمت؟ يعني شمري وين بيكون قلبه؟ تشوف في المريخ؟ تقول انا مولود 14 سنه وانا في الشرقيه ايه بس في متعلق بحال شمري يعني لدرجه تخيل الجازات شمري ايما ايش اسمه؟ طريق جبان الله يقرا دمك اسمع تو استوعب شم الهواء شوف الله يقرا دمك لدرجة حط عينك في اسمع لدرجة ما اقدر احط اضحك والله اضحك والله اضحك اضحك شمري وتحط عينك في عين الرجال شوف درجة ان العطلة الحين خميس جمعة روح الحايل احنا يعني شيء مع سيارة نعم مضبوطين عائلة مضبوطة ها؟ اي بالله تأكد طاح ايش بلاك متحصب صار لك يومين ها؟ محتسل الحبل الختام نعم والله؟ اي معصب الراس خلاص يعني العصبة ما تنزلها من راسك نعم لين يوم النهائي انا محتزم ها بش اسمه عشان الحفل الختام فهمت؟ عصب الراسي عشان تجهز وكذا فهمت؟ طيب بس ترى هذا ما هي هذه بدلتي دي اصبر دامك فتحت الذبات خلنا نذب عليك ذبه لا ضحي يا بس باخذ قديمه باخذ طحنيه شوي قديمه لا ضحي هاتك فنجان قهوه وانت واقف جيب قهوه مش على هذيك ذيك جيبها حطها عندها هنا جبت الدلة انا عارف ان شاء الله علمك كيف تصيد جوه شله حطها عند الكور ايوه الحين تقه لين يطلع مع جنبك لا خلاص تقه لين يطلع مع جنبك اليومكم يا عيال شو تسوون شو سويتوا اليوم شو نسوي انت شوف شو نسوي والله ما جو من دخلت مش وقت تسلب على اسعود ايوه ازعجني من هو تسدوا تسقط علي وانا موجود اقدر اسقط عليك وانت غايب لا انت فوق سدوب سدوب حتى انت سعود عفا يا اخي اعطاني هواج اكثر من اللزوم ايه تبغى تدري كيف وضعنا وضع المنتجه بعد يومين؟ اسكت هذا صوت المنتجه بعد يومين ضيقه تكفى يا سعود يا ولد والله ترمس اكبر منك شوي شوي كلمه حلوه شوف حلو الانسان انه يكون صغير حبته صغيره بالحياه هلا مشعل كيف الحال؟ الله يسعدك طيب والله طيب الله حيه الحمد لله يا سلام بواحد قعل من عيال ها؟ قوم صل قوم صل نعم اصلي فيكم لا لا تصلي انا بصلي امس ما في دوره استغفر الله ضاحي صل لا وعبد الله لا انتم صليتوا صلوا صلوا الله يجزاكم خير لا صليت البارح والله اول البارح ولا البارح يلا 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 هو ذا الساعه معك اقم يا ابو عابد تمون انت طلع على كلمه يطلع على غيرك يا ابو يا ابو عبد يا شيخ قاصر تعال زين واحد يعطيني حجر حق قاصر
ها؟ حقي مدلي ما بدلوا لي.